أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: تعلمون بأن أكثر ملابس الأطفال في هذا الوقت أغلبها صور، فما حكم من يشتريها؟ وأيضا أكرمكم الله، الحفائض كلها صور، فهل تدخل هذه كلها ضمن الصور الممتهنة مع العلم بأنها تحفظ بالدواليب قبل الاستخدام؟ هم يريدون من هذا مراغمة الأحاديث ونشر المنكر، لأن الرسول شدد في أمر الصور، فهم يريدون أن يهونوا من أمرها عند المسلمين. المسلم يشتري أشياء ليس فيها صور، وهي كثيرة ولله الحمد. هناك ملابس، هناك حفائض، هناك أشياء ليس فيها صور، فتجنبها واشتر أشياء سليمة. نعم.